لكن لو رحنا للأندية المصرية اللي عندها مواجهات إفريقية صعبة، الزمالك والترجي والأهلي وصن داونز، بتشوف الاستعداد النهائي إزاي؟ طبعا يعني نادي الزمالك مثلا خلاص يعني هو في تونس بيستعد للمباراه، المباراه طبعا هتكون صعبه جدا جدا برضه، نفس الوضع اللي قلناه على منتخب مصر للشباب بنقوله على نادي الزمالك، لان نادي الزمالك في اول مباراتين برضه تعثر في ملعبه بالخساره 1-0، ثم تعادل خارج ملعبه في ليبيا مع المريخ السوداني 0-0، وبرضه ما سجلش ولا هدف في اول ماتشين، خد نقطه واحده اول ماتشين. الماتش الثالث عنده الترجي في تونس ماتش صعب جدا في رادس، وسط حضور جماهيري يوصل 50 و60 الف، فدي هتبقى مشكله طبعا على نادي الزمالك. لكن اهم حاجه ان نادي الزمالك ما يخسرش المباراه، يعني حتى لو تعادل في المباراه دي هيجي له الترجي الجوله اللي بعديها على طول، يقدر يكسب الترجي ياخد منه 4 نقط وهو عنده نقطه يبتدي يرجع المنافسه تاني. لكن خساره نادي الزمالك امام الترجي هتصعب جدا جدا الموقف، خاصه ان هو بعد ماتش الترجي في الاياب هيلعب كمان مع شباب بروزداد في الجزائر، فالحقيقه الزمالك بقى في موقف صعب جدا جدا لا يحصل عليه. طب هل الصفقات الجديده اللي تم قيدها هتفرق مع الزمالك ونشوفها مشاركه بقوه؟ طبعا يعني نتمنى، لان الزمالك طبعا شفنا ازمه القيد الاخيره واللي حصل، هو ما قدرش يأيد الثلاث لعيبه اللي هو اشتراهم او اللاعبين اللي هو اشتراهم، محمود شبان العائد من الاعاره، لكن طبعا يعني المفروض ان يحصل اضافه، لان نادي الزمالك شفنا ان هو عنده قصور كتير جدا في القائمه بتاعته، خاصه كمان بعد رحيل امام عاشور. يعني كان نادي الزمالك كان فيه لعيبه طبعا كتير مميزه، لكن هم اثنين اللي شايلين الفرقه بلغه الكوره، هم الاثنين اللي الفرقه الاعمده الاساسيه اللي هو احمد زيزو وامام عاشور، فانت شلت امام عاشور وكان معاهم كمان احمد فتوح، احمد فتوح برضه عنده مشكله اللي هو كان مستبعد لفتره طويله بسبب قضية المنشطات والحاجات دي كلها، وطلع في الآخر الراجل ما عندوش أي مشكلة ويقدر يشارك مع نادي الزمالك، فالزمالك محتاج فعلا أي تطعيم من الخارج، أي إضافات من خلال الصفقات الجديدة، وده اللي خلى المدرب جيسفالدو فيريرا إن هو يستعين فورا بالثلاثي بعد قيدهم يعني 3 ساعات أو 4 ساعات، انضموا على طول للفريق وانضموا للبعثة وسافروا معهم على تونس علشان أكيد ممكن نشوف حد فيهم لو